واعتقد ان ده حصل رسميا يعني، او هو بالفعل حصل رسميا، تم تعيين الاستاذ حسام الزناتي كرئيسا للجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم. وده اللي كنا بنطالب بيه خلال الحلقتين ثلاثه اللي فاتوا. كنا يا جماعه دايما بنقول ايه، من فضل حضراتكم اسرعوا كلجنه خماسيه عليها ضغط كبير جدا انا عارف، ولكن في حاجات لازم تتحط لها بسرعه. حضرتك حطيت استاذ وليد العطار مديرا تنفيذيا مؤقتا لحين لما تشوف هيكمل ولا لا، وبعدين قلت هنعمل رئيسا للجنه المسابقات، تم تعيين النهارده الاستاذ حسام كرئيسا للجنه المسابقات، وجه جديد، شاب طموح، شاب مثقف. اللي انا عرفته ان هو زملكاوي، اللي انا عرفته ان هو زملكاوي. خلاص طيب، وكالعاده وكالعاده انا ما عنديش مشكله ان احنا نرى وجوه شابه كثير بشكل كبير في الاتحاد المصري لكره القدم، او في اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، وده اتجاه محمود جدا، لانه الدوله نفسها رئيس الدوله دايما دايما بيطالب المسؤولين بان هم يدخلوا الشباب يبقوا في موقع المسؤوليه، وبالتالي احنا نفسنا نشوف شباب، عايزين نشوف شباب وعايزين نشوف وجوه جديده، مع احترامنا الشديد طبعا لكل من عمل في هذا المجال، ولكن احنا بنتكلم على توجه دوله، توجه دوله، وبالتالي الكل مبسوط، الكل فرحان بهذا التوجه اللي ماشي في الاتحاد المصري لكره القدم، او اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. ولكن في نفس الوقت هو رئيس الاتحاد، وانا قلت لكم هذا الكلام قبل كده، رئيس الاتحاد معروف جدا ان هو رجل زملكاوي جدا جدا، مفيش اي مشكله، ولكن حتى الان هو ماشي بشكل جيد، الامور كلها ماشيه بشكل جيد، يعني بيحاول ان هو دائما ان يكون هناك توازن ما بين الكل، ما بين كل الانديه بالمناسبه، مش نادي واحد فقط او ناديين فقط. فما عندناش مشكله، احنا دايما النادي الاهلي بيسبق بحسن النوايا. يعني ايه؟ يعني دايما حضراتكم بتقولوا ان حسام ده زملكاوي، او الكابتن حسام زملكاوي اللي هو رئيس لجنه المسابقات الجديد، تمام، وانا اتاكدت من المعلومه دي، واتاكدت ان هو كان عامل كام تويته كده تخص نادي الزمالك وضد النادي الاهلي، ولكن انا برضو مش هبص لهذا الموضوع، ولكن هضعه في الاعتبار. يعني ايه؟ يعني كاني مش واخد بالي دلوقتي من الموضوع ده، انا هعتبر ان هناك توجه من الدوله ان يكون هناك شباب، او ده اللي احنا بنشوفه الحقيقه من رئيس الجمهوريه، ان هو دايما بيطالب بوجود الشباب في موقع المسؤوليه، وبالتالي الكل بيحذو حذو رئيس الجمهوريه الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه التي تدير اتحاد كره القدم خلال الفتره القادمه، شاف ان هو يضع شباب او وجوه جديده في هذه الاماكن. الاستاذ وليد العطار اول مره اعتقد يكون مديرا تنفيذيا، الاستاذ حسام يعني كان نائبا للكابتن محمد فضل في ادارته لبطوله امم افريقيا الاخيره مصر 2019، وبالتالي هذه البطوله نجحت نجاح كبير جدا جدا، لكن كلنا كنا بنتكلم باسم مصر. فدايما هننتظر وهنسبق، او هنسيب دايما ان احنا، او هنقول ان احنا دايما عندنا حسن نوايا، عندنا دايما حسن نوايا، بمعنى ان كابتن حسام زملكاوي اوكي ما عنديش اي مشكله، مع اني برضو عندي علامه استفهام في النقطه دي. هي من الممكن جدا جدا ان يكون هناك كوادر اهلاويه، كوادر اسماعيلاويه، كوادر من الاتحاد السكندري او من اسكندريه، كوادر من هنا، كوادر من هنا، كوادر من هنا، انا ما اعرفش ليه الاتجاه دايما بيبقى واحد، لكن كل ده انا هعديه، او كل ده انا مش هفكر فيه دلوقتي، او علامات الاستفهام دي انا مش هرد عليها دلوقتي، او هتركها لما اشوف الدنيا هتمشي ازاي. ده وجهه نظري انا بالمناسبه، مش وجهه نظر يعني، دي وجهه نظري انا هنا في ملعب الاهلي. ف هنستنى وهننتظر ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. كل اللي احنا عايزينه المساواه ما بين كل الانديه، كل الانديه، مش ناديين ولا ثلاثه فقط، لا، المساواه ما بين كل الانديه، وده شيء مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي طالب ببعض الطلبات قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، الكل اجمع بعد نهايه كاس الامم الافريقيه ان لو كانت الطلبات دي تم تحقيقها
كانت الامور هتبقى اسهل بكتير جدا. فالنادي الاهلي كان بيطالب بايه مثلا؟ كان بيطالب ان المباريات الاسبوع ال 34 تتلعب كلها في وقت واحد. هو ده طلب للنادي الاهلي. هو النادي الاهلي ماله ومال بقيه الانديه اللي هي تحت في اللي كانت هتنزل؟ لكن هو النادي الاهلي هنا بيدور على ايه؟ على الفير بلاي. ال 18 نادي مش بيدور على مصلحته الشخصيه فقط. فالحاجات دي لو كانت تحققت اللي هي كانت قبل بدايه كاس الامم الافريقيه كان هيبقى الامور دلوقتي متغيره تماما والامور بشكل تاني افضل بكتير جدا. فخلونا ننتظر ونشوف ماذا سيحدث. طول عمر الاهلي كده. طول عمر النادي الاهلي كده. زي ما قلت لحضراتكم دايما بيدي الفرص، ما عندناش مشكله. زملكاوي، اتحاداوي، اسماعيلاوي، كذا كذا كذا، ما عندناش اي مشكله. وزي ما بقول لحضراتكم مره تانية دي وجهه نظري الشخصيه. ف هنشوف وهننتظر ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. ولكن كل ما نطلبه من الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، العدل والمساواه ما بين 18 نادي موجودين في الدوري العام المصري، سواء بقى في المسابقات، سواء في التحكيم، سواء في كل الامور، في موضوع شؤون اللاعبين، كل حاجه. العدل والمساواه. النادي الاهلي مش بشرطه، لا، النادي الاهلي بشرطه علشان هو واخد اكتر دوري او اكتر او كسب اكتر دوري في منذ بدايه الدوري العام وحتى الان. هي دي الشرطه اللي تميز النادي الاهلي. النادي الاهلي الاكثر حصولا على بطوله كاس مصر، هي دي الشرطه اللي بتميز النادي الاهلي. ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي دائما ما يطالب باحترام الجميع واحترام المنافسه جوه الملعب والعداله للجميع، سواء منافسات مباريات، يعني مين هيلعب هنا ومين هيلعب هنا وهتتلعب الساعه كام وهتلعب على استاد ايه وكذا 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 وكذا. هي دي لجنه المسابقات، او ده دور لجنه المسابقات مع العقوبات، مع كذا مع كذا مع كذا.